هاي يا ويلك محليت تبكر عليك يعيشك ان شاء الله كل شيء بالبركة يعيشك يعيشك هاي في العاقبة ليك محليك تبكر عليك يعيشك هاي تفضل تفضل جاي الأولاد هي هاب كلنا سا حمودة جاهزة هاي رجب رجب هاي زميلتك محليك يا هيفا متنكرة هاي تفضل هاي خيرا كلنا تبارك الله سي حمودة تحيات تفضل هيفا تفضل ميرسي وديتك الروم تفضل تفضل هاي سي حمودة أكيد أكيد أنه معالي الوزير جاي تو كنت نتكلم فيه أو في اثنين في اثنين روحي داكور توحي اسمع هاي محليك بابيون بابيون هم بابيون صحيح قلت لك محليك بابيون محليها هلا من بقيت الروبة ما تيلي شارجيتهاش صوفيا عايش اختي توا قاعده هكا تقولش عليك برانية قوم احرك معايا شويه صح عليكم عايش فرحين ديما عايش عسلامة مدام عسلامة مرحبا بك عايشك سامحني انت مجماعة العروس ولا العروسة؟ انا ام عمار ها؟ ام عمار عمار ما قليش عنده ام هكا بصراحة بصراحة كاني كخته هاي تفضل مدام تفضل عايشك تفضل 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 يا سحمد ايش هالليلة تفضل مدام هذا يا سي رجب شرف زميلي ولا هيفا زميلتنا عسلمة سي سيف زميلي عسلمة تشرفوا وهذا يا سي حمودة عرفنا تشرفوا يا جماعة اسم الله شنو سمح لي بيا بيا لا بيا هذه قالت أم عمار مرحبا اي أم عمار أنا أم عمار تفضل تفضل إجا من هنا مدام ماشي مرحبا بك يا برقاء يا حمزة رشيد الوزير وصل سي حمودة سامحني مدام تحياتي سيد الوزير تحياتي سيد الوزير بارك الله فيك سيد الوزير مرحبا بك عايزك سيد الوزير وشكرا على تلبيتك الدعوه سيد الوزير ان شاء الله كل شيء بالبركه وان شاء الله ديما فرحانين ربي يفضلك عايشك سيد الوزير سيد الملازم الاول نحب نعطيك خبر به انا نحب نطمنك راهو الملف نتاعك تحت الدرس ربي يفضلك تسيب يا حموده حموده واحنا ديما رانا تحت الرايه الوطنيه سيد الوزير انا ما نشكش في الوطنيه نتاعك سيد الملازم الاول بارك الله فيك نحب نقول لك حاجه اللي عطى بنته ما تخافش تفضل سيد الوزير سيد الوزير تفضل هاي مرحبا بكم يا الولاد توا عملنا لكم تاو وتفضلوا مع بعضنا عاد في العرس
أنا راني رشيد الرماح 5 سنين كاملين حماية الشخصيات والمؤسسات العمومية. خمسة على هاشمي بن عبد الله ما كناش نخدمو هكا بصراحة. ويا سعد من زار وصلى تبقى مني بي عشقنا رسول الوزير. الله أهلا وسهلا أم العروس السيد الوزير. مرحبا عايش. مرحبا بك. عايش إن شاء الله بالهناء. عايش صح مهود الدنة غادي جد شدوا بليس يا ودي أم العروس دينا قدما شدوا بليس وعالسلامة جيتي ليلة العروسة عالسلامة جيتي ليلة العروسة أمي جيتي عالسلامة جيتي من قلبي ويا عندي سقم العرايس ان شاء الله مبروك يا لبي. هاي شكلي وليك. قدم قدم. هاي خويا قلت لك الروبه هذيا مش باهي. سي سعاد سي سعاد على روبة العرايس. السلام مع رشيد هذوما الكل عائلتك. اغزر الخشمك سي محمد. في ناس استدعيتهم لي برك. يا عمار يا عمار هي هي وخذيتها البنية علي تحبني ناخو راجل عم رشيد عبروك هذي تم كوزان هذا رشب عبروك يزمي بنيت رشب عبروك سيد وزير عارف عايشك عايزمي بنيت يا رشب عايش خوي ايوه سيدي وين الشهود يا سيدي؟ ذاك ابوها انت بوها؟ اي بوها بوها يعني بوها ولا ولدها؟ بوها سيد الشيخ بوها ولدها يعني؟ اي اي بو العروس بنته معناها وهذا السيد؟ هذا الشاهد متاعي ما كنتش واحد اخر؟ هذاك اش نجم تنجيب؟ الحمد لله قول يا زمة الدنيا يا سيدي مرحبا بكم ان شاء الله فرحكم دايم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال المولى سبحانه وتعالى في منزل تحكيمه اسمع 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 مش نعم من آياته أنه خلق من أنفسكم زوز أزواجا لتسكنوا إليها شو منها تسكنوا إليها مش أنها تسكنوا في الدار تسكن لها يعني ترتاح لها ترتاح لها والمولى كذلك سبحانه وتعالى مش نعرف قال وخلقناكم يا ابو قلب وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا معناها نزب هذا هو كون عائله من هنا وعائله من هنا ولا متصاهرين في الحلقه ايش عم يقول لا لا اللعبه هي المحصول المزيجه هذيك يجي محصول باي لانه رجب الناس قبل ابعد على الدم ليشوهك ما
معناها نشوفوا في العهات احنا ونقصحيو فيهم. ماكش الزواج بتاع الكهرباء، واحد خرج هكا والاخر خرج هكا، والمجموعه الوطنيه تقاسي وتصرف، وزاره الصحه والتعليم. يا سيد الشيخ بجاه ربي يوتي شويه عايشك. دقيقه برك تقابلوا كلام تلبسه تهنى تحلو بعض شنو تحكي بجدك؟ الوزير وين؟ شنو؟ عمار شبيك؟ شنو هي؟ يا ودي هيا وين هيا؟ يا ودي شنو يعني على رسالة الله ورسوله بطبيعتي تعمل ياك يا ربي الحمد لله يا عمار يا باش عرسي يا ربي اسكت انت تنعرف العرس يا عمار فما ليرة ترى فما ليرة تحنا 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 وقت الحرب العربية الثانية الشتوكة تدور في السماء والعروسات في الوطا خلي شو شو لعبة هي شنو لعبة هي شنو لعبة انت مالك شي عرس اخر شنو لعبة انت منين؟ مبت 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 كل جابوا هذا يا جماعة شو نلعب انا شو بعد؟ مش نلعب الراس العرسي يا عم رشيد شنو هو زيد؟ نعرف العري يا عمار مربزوها يا عم رشيد عرسي يومي تتفرج يا عمار الدنيا تخنقني تخنقني عمار عمار يا ودي الدنيا خايفة شو يا عمار شو النهار؟ تعرف انا نكملوا الخدمة ونركبوا ونمشيوا على سنة الله ورسوله وكل حد يشد فنيته باهي يا شيخ اسمع قداش مازالك من ورقة؟ زالوا أربع صفحات يا سيدي يا عمار هذاك بتاع الدولة يا سيدي زمام الحاكم انا حاكم تاعك حكومة ايه ومرتي يا عم رشيد مازالت ما ولدتش مرتك ايه نهزها معانا اه يا سيد الشيخ معانا اه يتفضل معانا انت انا ماضي متاعك وانا مضارع قوم معانا يا سيد الشيخ تفضل اسمع اسمع راني بتشوفني بتشوفني شيخ بالله اسمع راني نضرب بالبوني يا سيد الدفتر يا عم الشيخ يا عم الشيخ ما تهبنيش راه نقدر فيك من قبيل راه يكمل كمل اقرا عم الشيخ كمل اقرا وابي حيثم شيء ما فهم يا جماعه شيء ما فهم وبنان عليه الوقت نحس في روحي هكا على اعصابي الوقت يجري 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 الوقت يجري اش مازال ما عاد مازال سويعه من زمان سويعه من زمان 8:30 نتاع الليل ويوقع الاعلان على عبد الحق بريزيدون انا بريزيدون نحب تصاور نحب تصاور في باب الخضرة نحب تصاور في لافينيو نحب سامبا اول مشروع نحبك تعمله هو مشروع السامبا نحب سامبا في قلب المدينه فات وجهي هكا كبير الكلمه وين اللي باش نقولها للشعب حاضر الكلمه حاضره متاكد ما هو اللي حاضر الكلمه ما كل شيء راهو هذه رئاسه الدوله راه يقعد شيخ عفيس عفيس اكمل يا شيخ كمل كمل هكا من غير ديباجة من غير مستعجلين شوف بالله ما كتبت صدقات ما هي صدقات كتبت في جامعة باي محمد في الزيتونة في جامعة سيدي بن عروس اما باش نكتب صداق في باقة الف عوض بالله كان نكتب شدكم كمل يا شيخ اكتب صداق الله يبارك يخدموا على رواحنا عنا ميسيون راه الله مستعان يا ولدي حال التواري راي هاني 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 اكثر من التواري هاني هاني حالي حالي الشاب النابه النبيل على الهنسة الصغير بمهر قدره هو قدره دينار 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 قبلت بالدينار بالتقبل مرخصك وقدره هو دينار نقدا دفعه لها والسلام هاي يا بنتي ابصر هاي يا بنتي هاي رجال مدوا ايديكم بالفاتحه امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين امين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين وصل اللهم وسلم وبارك على سيد محمد مزروبين ماكو مزروبين يزي فيه البرك اجيني اجازتك هذه برتك احلالك سقط يا مسيح سيد سيد مسيح كلم عمتك كلم عمتك فيس وي عمت اي سي بون انا عرس عايش مبروك عزيزتي مبروك توا عم رشيد كيما في امريكا وي كان تهزي من الهمجيه بتاعك مريق بارد عنا في سبر نحن هذا والله ريت وريت كتبت صدقات الناس الذوات الكبيره وما ريتش قله الحياه والفصاصه سمعني عايش ولدي يا معلم يا معلم ولدي بتاعك منك ليها هكا انقلاب انقلاب نهار عرس بنتي عم انقلاب عرس في انقلاب يا شيخ نحن موجودين نحن اتس اوكي وي كان سيجن يور سان شدي حللتكم خلنا نضرب لا لا يا خويا تقعد تستنى معنا اقعد شي فسروا لي شو صار شو حدث انقلاب انقلاب تاع شكون على شكون محاوله انقلاب في البلاد مره اخرى حتى شي غبوا بها البلاد هذيا قلبين في النهار ثلاثه قلبات
في حين تكون قلابة سيبوني في ذلك النقلب أنا حتى لن يخليني هكا غادي هكا هني هكا هني هني هكا حتى تكون هني يا ابو طاب 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 قوم 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 امشي 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 خاطر هني نسق معك عزيزتي أنا جاي ما تحركش من هني على ذمة الحكومة حب قبل الكلمة اللي أنا باش نقولها نغنيو مع بعضنا حماة الحماة النشيد الرسمي ونحب الناس كل تبكي احنا باش نسكروا 3000 سنة حضارة نسكروهم حافظين النشيد الرسمي حافظين يا ودي مثبت حافظ النشيد الرسمي حافظين حافظ النشيد الرسمي حافظ النشيد الرسمي اللي ما يطلعش حافظ النشيد الرسمي نعدل حتى تو معانا حد شيء به اوكي سيد رئيس احتراماتي سيد الوزير طلبت رؤيتي هذا اللي عندك فيه ثقة سر الدولة سكري ديتا ما بين الوتيل والتلفزة فما نفق تحت القاعة تونيل اي يا نعم هذاك عليه سيد الوزير من الوتيل للتلفزة يمشيوا اللوتين وبعد في التلفزة بعد يمشيوا اللوتين ماني مليح تفضل 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 المجموعة بتاعك غرفة 192 وتنبثقوا للتلفزة يو سيد الوزير حاضر سيد الوزير حاضر سوف ننبثق حالا عماد رجب هيفا شو هذا بنت الحكومة رهينة أنا ولا رهينة في تكينة اسمع راني أنا راني قبيح راهو مصطفية راني موذي راني زوفري راني كراكزي راني كانت عندي برويطة في الحلفوي اللي بيع فيها الكاكاوية يا بنتي ونبيع في السامية ونبيع في الفستق اكتب فيه سمعتش وقت يا شباب اكتب اكتب يا عايشك اكتب نعرف روحي أنا راني منعمل كان على روحي أنا بسيفتي رئيس الجمهورية انطلاق المنتوى مناش منعمل كان على روحي شو ودي الكلمة هذه راهي تاريخية راهو تنافس بتاع العالم وكل باش تعديها أيها الشعب أنا ابن الشعب عبد الحق رئيس عبد الحق الإنقاذ عبد الحق الحرية باهي الحرية أنتم أحرار باش تعملوا اللي تحبوا ستصبح تونس جنة على الأرض تونس ببحرها الأزرق وبمحيطاتها ما عندنا محيطات احنا ما عندناش محيطات تكتب فيها تكتب بيت ما عندنا محيطات احنا على تونس هاي تونس ونقدم يا حسرة انت ساعة باش نبدلك باش نجيب يا اما المكي هلال ولا باي الزرد واحدة من الاثنين خاطر هذه مش متاع اخبار التموجات هذه الاخبار لازم تكون ما هكاك نحبوا هكاك قولي سي سيبي الحمد لله استعرف كي انا نسيبك على غالب مكتوب جاي هكا للديسانت من غير جيلي باربال نهار عرسي اش تحبني نلبس راه سيبني عاد هي جوستومون نهار عرسك وجي فيك كرتوشة بنتي شكون بها نهار عرسك صار انقلاب مالك انت جيب صغير اوه رجب سلو داون شت على غالب بنتي راهي مصدرة وحدها في ربتها البيضة وانا نخدم في البلاد نبكي واكا سأدخل إلى كرتاج مرفوع الرأس بتاع الغنية كل هذه هذيك بتاع هي دي غصن الزيتون منتصب الزيتون هذيك الزوز بزاف جيت ندخل للكاميرات سيرفيس نتاع التلفزة قول لي شنو المطالب نتاعنا نحققهم لك انا ناقف على الحكايه الشخصيه عرفت هو السيد اللي خطف التلفزة الو البوليسيه كم والله قاعد يكلمني تعلق عليهم التليفون ما عادش يطلبوا لحد حد
when that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy, hitting in no time. I better make this with him, man. And that's for sure, cause I never been the type to break up a happy home. But it's something about baby girl, I just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, you don't know what you mean to come me. Come on. Looking, I never say a word. I know I thought I can trip and I heard about the girls. There's no way, hey, they like gon' fight over no day. As you can see, but I like your steeze, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seat. Now that's gang.